لكل متابعين ما وقعفوش يا حلقتنا اليوم رح نحكي فيها عن القشة التجميلية اللي فينا نعملها خلال فصل الصيف. خلال فصل الصيف نعرف في كتير قشة ما فينا نعملها مثل الليزر هير ريموفل، لأنه تعرضنا للشمس أكيد بخلينا نعرض حالنا أكثر للريسك أنه نعمل دبغات وتصبغات بالجلد. بس أكيد في كتير أشياء تانية فينا نعملها خلال فصل الصيف، مثل البوتوكس، مثل الفيلرز، مثل أنواع معينة من البيلينجز هي حسب الجلدة، وفي كمان أنواع معينة من الليزرز اللي فينا نعملهم خلال فصل الصيف. هلا أكيد البوتوكس والفيلرز فيكم تعملون خلال فصل الصيف، مهم إنه تاني نهار أو خلال أول 24 ساعة ما نقعد فيها بالشمس، أما بعد هذا النهار أكيد فيكم تقعدوا بالشمس وفيكم تكملوا حياتكم عادية. أما الليزر حسب نوع الليزر وحسب لون البشرة، إذا كانت البشرة بيضة فينا نعمل ليزر، بس أكيد لازم ما نتعرض للشمس على القليل لجمعتين بعد ما نكون خلصنا جلسة الليزر. أما البيلينجز فحسب أنواع البيلينجز، الجلايكوليك أسيد بيل إذا كان خفيف أو إذا كان عندنا سوبرفيشل بيلز، أكيد هدول فينا نعملهم خلال فصل الصيف لحتى نعطي للبشرة نضارة، أكيد لحتى نحافظ على جلدتنا ولحتى نخلي البورز الموجودين على الجلد يكونوا أصغر من ما هن. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. على ما وقعفوش يا أكيد تشوفونا بحلقات جديدة وبمواضيع جديدة.